بيناتس ليدات اه دكتور مبينين مبينين دكتور. اهلا اهلا وسهلا، يعطيكم العافيه. واليوم بدنا نكمل درس عن اللي هو عن الدراينج. المره الماضيه حكينا عن السايكلومتري وحكينا عن العلاقه بين الحراره والكباسيتي او ريت اوف دراينج وقدره الهواء على انه تكاري ووتر، وحكينا بعدها شويه عن الثيوري اوف دراينج وانه كيف بيصير عندنا عمليه اللي هو الايفابوريشن والماس ترانسفير والطرق اللي ممكن نستعملها حتى نزيد اللي هو الريت اوف دراينج اوف ذا ماتيريال ذات وي ار هافينج. اليوم بدنا نحكي نكمل اكثر عن الدراينج، وراح نحكي عن اللي هو الكاركترايزيشن اوف سوليد مويستشر. طبعا نحن عندنا ماده بكون فيها كميه من المويستشر حطيناها بالأوفن لفترة من الزمن، لازم نعرف قديش كيف تغيرت كمية المويشر الموجودة داخل هو السبستنس. فبالتالي we have to characterize اللي هو كمية المويشر الموجودة في 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 المادة. طبعا في عنا طريقتين to characterize اللي هو المويشر داخل هو المادة. في عنا اللي هو شيء بنسميه هو loss on drying والمويشر content. Basically loss on drying اللي هو weight of the water in the sample over total weight of the wet sample ضرب 100%. وطبعا عادة هذا loss on drying عادة it's determined by the use of moisture balance. طبعا هذا moisture balance بيكون فيه infrared heater بيسخن اللي هو السامبل وبيشوف كيف وزن السامبل بتغير as time passes until it reaches to a constant weight. معنى كل moisture الموجودة فيها صار لها عملية اللي هو evaporation ومنشوف قديش هو وزن المي اللي بالسامبل وقديش الدراي الويت ويت اوف ذا سامبل قبل ما نسوي عمليه اللي هو ديتيرمينيشن اوف ذا مويستشر كونتنت وي ديتيرمين اللي هو اللوس اون دراينج. فالويت على السامبل الويت اوف ذا ووتر بالسامبل على التوتال ويت اوف ذا ويت سامبل مضروب ب 100%، هذا هو بيعطينا اللي هو البيرسنت لوس loss on drying. طبعاً عادة loss on drying الفاليو تبعها تتراوح between اللي هو 0 to 100%. إذا كان فيها شمي بالمرة ودراي سامبل بتكون عبارة عن اللي هو بتكون عبارة عن zero loss on drying، بينما إذا كان كل السامبل مي وما في عندنا ماتيريال من أصله بتكون الفاليو تبعها 100%. Another way of characterizing solid اللي هو moisture content. طبعا moisture content عادة بيستخدم كثير بالpharmaceuticals والdealing، طبعا لأنه بيمكننا إنه نميز يعني بكمية moisture الموجودة بالsubstance من condition لcondition أكثر بشكل أوضح من اللي هو loss and drying. فبالpercent moisture percent moisture content اللي هو weight of water على الـ weight of the dry sample ضرب 100% بيعطينا إشي منقول له اللي هو الـ moisture content. فالـ moisture content الفرق بينها وبين الـ loss on drying، loss on drying المقام بيكون عبارة total weight of the wet sample، بينما بالـ moisture content بيكون المقام هو الـ weight of the dry sample. عشان هيك الـ percent moisture content الـ range تبعها بتراوح بين 0% بين 0 لا انفينيتي. طبعا اذا كانت الماده كلها مي وما في عندنا دراي سامبل بصير المقام صفر، واي رقم على صفر بصير عباره عن رقم كبير كثير. فبالتالي الرينج تبعه المويستشر كونتنت بيكون كبير، فبيخلينا انه تو ديتيرمين اللي هو او نتعرف احسن على كميه المويستشر ونميز حتى الفروقات القليله بكميه المويستشر الموجود بالسامبل بتبين بشكل اوضح من باستخدام هو المويستشر كونتنت يونت دان اللي هو loss on drying. طبعا هون في عندنا اكزامبل، في عندنا 5 جرام اوف مويست سوليد يعني التوتال ويت للسامبل مع المويستشر 5 جرامات بروتو كونستنت ويت دراي ويت اوف 3 معناته السامبل فيها 2 جرام اوف مويستشر. فالمويستشر كونتنت اللي هي 5 ناقص 3 اللي هي 2 على اللي هو دراي ويت اللي هو عباره عن 3 ضرب 100% بيطلع 66.7%. بينما loss on drying اللي هو الكمية المويشر والفرق بين اللي هو الوزن العينة وهي رطبة ناقص dry weight اللي هو 5 ناقص 3 على total weight of the sample اللي بتكون wet اللي هو 5 جرامات ضرب 100% بيطلع 40%.
فزي ما حكينا لوسون دراينج فاليو كان ان اني سوليد فلويد ميكستشر طبعا فاريز فروم سلايتلي اباف 0 تو سلايتلي بيلو 100%, بينما المويستشر كونتنت فاليو كان تشينج فروم سلايتلي اباف 0 اند ابروتش انفينيتي. عشان هيك الرينج تبعها بتكون واسع المويستشر كونتنت ذان اللوس اون دراينج. طبعا ا سمول تشينج ان لوس اون دراينج فاليو فروم 80 ل 83% طبعا عاده ريبريزنت ان انكريز ان مويستشر كونتنت اوف اللي هو 88%. فعاده يعني عشان هيك المويستشر كونتنت بيستخدم بشكل اكبر بالفارماسيوتيكال اكثر ما بيستخدموا اللي هو اللوس اون دراينج. فالموشر كونتنت از فار مور رياليستيك فاليو ذان ال او دي ان ديتيرمينينج دراير لود كاباسيتي, والتعامل مع اللي هو الدراير المختلفات. عشان هيك بنستعمل عاده الموشر كونتنت اكثر من السبستنس. هسه بدنا نحكي عن انذر تيرمينولوجي اللي هو بسموه اللي هو اكويليبريم موشر كونتنت. الاكويليبريم موشر كونتنت هو عباره عن الموشر كونتنت للسامبل ان اكويليبريم وذ اتس سراوندينج. يعني اذا تركنا هاي المويستشر هاي العينه بالهيوميديتي اللي حوالين اللي هي السامبل, طبعا اللي بيصير انه بتتفاعل مع هاي السامبل الموجود عندنا فبتكسب مويستشر او بتخسر مويستشر لحد ما تثبت الوزن او تثبت المويستشر كونتنت الموجوده داخل السامبل. وهاي المويستشر كونتنت اللي بتصل بعد فتره من الزمن هي بنسميها اللي هو الاكوليبريم مويستشر كونتنت. فالإكوليبريم موشر كونتنت هي إن إكوليبريم of the solid with its surrounding. إكوليبريم موشر كونتنت is moisture content in equilibrium with the surrounding. طبعاً no driving force for mass transfer. يعني الكمية المي اللي بتتكثف بتساوي نفس كمية المي اللي بصيرها evaporation. فبنوصل اللي هو الإكوليبريم state. طبعاً إذا تغيرت الإكوليبريم موشر كونتنت حوالين السبستنس طبعاً تتغير الموشر كونتنت. وكمان تعتمد على اللي هو الطريقة المويستشر كونتنت بتعتمد على الطريقه اللي من يعني من بنقيس فيها اللي هو المويستشر كونتنت. يعني اذا في عندنا ماده بتكون هايدريت فور اكزامبل وكانت عندنا انهايدروس فورم وحطيناها مثلا بهيوميديتي معينه بتكون المويستشر كونتنت تختلف عن انه مثلا اذا استعملنا انهايدروس وتركناها بهيوميديتي لحد تتعبى اللي هو البورز الموجودين فيها عن اللي هو نجيب ماده فيها اللي هو الووتر اوف هايدريشن ونحطها. فطريقه اللي هو البريزنس اوف ذا مويستشر ويذين الستراكشر تبع اللي هو الماتيريال الموجود عندنا بتاثر على اللي هو الفاليو تبع اللي هو اكويليبريم مويستشر كونتنت. فايت مي ديفر ات ذا سيم كونديشن ديبيندينج اون ذا ميثر هاو از ووتر هيلد ويذين اللي هو الستراكشر, وذا انها surface moisture or it will condense in a pore-like structure او within اللي هو structure اللي موجودة عندنا. فممكن انه بعض المواد at the same equilibrium at the same humidity ممكن يكون لها اكثر من equilibrium moisture content حسب اللي هو الطريقة اللي بتتواجد فيها المي داخل هو داخل 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 الصوليد. طبعا بقابل equilibrium moisture content بسميه equilibrium relative humidity اللي هو الريلاتيف هيوميديتي اوف ذا سراوندينج ماتيريال اكويش ذا ماتيريال نايذر جين اور لوزز مويستشر, اللي هي الرطوبه حوالين الماده اللي حسبنا اللي شفنا فيها اللي هو اللي ديتيرمين فيها هو المويستشر كونتنت. فالاكويليبريم مويستشر كونتنت طبعا بتحدد اللي هو المويستشر كونتنت, اكويليبريم ريلاتيف هيوميديتي بيحدد اللي هو المويستشر كونتنت تبع الماده الموجوده عندنا. واذا تغيرت الاكويليبريم مويستشر كونتنت الموجوده عندنا كمان بتتغير اللي هو اذا تغيرت الاكويليبريم ريليتيف هيوميديتي بتتغير اللي هو المويستشر كونتنت تبع السبستنس اللي موجود عندنا. واذا كان في عندنا سبستنس فيها سيرتن اكويليبريم سيرتن مويستشر كونتنت وحطيناها بريليتيف هيوميديتي مختلفه طبعا الماده يا بتخسر يا بتكسب حتى توصل اللي هو ريتش اللي هو الاكويليبريم ريليتيف هيوميديتي لا اللي هو الاكويليبريم ريليتيف equilibrium moisture content اللي correspond لـ equilibrium relative humidity. ففي بيناتهم علاقة يعني between equilibrium moisture content و equilibrium relative humidity. في عنا term كمان بيستخدم اللي هو water activity طبعا بيشبه كثير اللي هو الـ humidity أو relative humidity.
اللي هو الراتيو اوف ذا ووتر فيبر بريشر اكزيرتد باي ذا ماتيريال تو ذا فيبر بريشر اوف بيور ووتر ات ذا سيم تمبريتشر، يعني اللي هو البي على البي نود. البي نود اللي هي للبيور ووتر، اذا عندنا سطح سطح مائي بيكون المولكيول فيه بيكون في لهم سيرتن فيبر بريشر اللي هو بنقول له بي نود، والبي اللي هو البريشر اللي موجود بالاتموسفير اللي موجود عندنا. طبعا عاده بيصير اكويليبريم بين السطح المائي والبريشر اللي موجود بالاتموسفير. اذا كان بالاتموسفير البريشر اقل من تبع السطح المائي، السطح المائي بتبخر منه المي، بحاول انه متوصل اللي هو انتو اكويليبريم كونديشن. طبعا اذا كانت المي هي عباره عن بيور ووتر، يعني مي لحالها بس H2O، عاده بناخذ اللي هو الووتر اكتيفيتي انها بتكون واحد. اذا الماده فيها مواد ذايبه طبعا البارشل بريشر للمي بقل، فبتكون عباره عن فراكشن من الواحد. طبعا اذا حطينا NaCl اذا بتتذكروا ذوبناه وسوينا ساتوريشن، فال NaCl مولكيول بصير بتواجه بالسيرفس وبقل الفيبر بريشر تبع اللي هو المي اللي موجوده على 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 السطح. طبعا هي بتعتمد على ذائبيه الماده وبتعتمد على حجم المولكيول اللي موجود عندنا. فلما يكون في مواد ذائبه عاده بتكون الاكوليبريم الووتر اكتيفيتي بتكون اقل من واحد. طبعا الووتر اكتيفيتي از امبورتنت فور ذا ثيرموداينامك ستدي اوف ذا بروسيس او الانتر اكشن اوف ذا مويستشر مع السبستنس اللي موجود عندنا. طبعا لها علاقه بالادسوربشنز، ف بتعتمد على الووتر اكتيفيتي. طبعا كيف نحن بنحسب اللي هو الاكوليبريم ريليتيف هيوميديتي او اكوليبريم مويستشر كونتنت with regard اللي هو equilibrium relative humidity او اللي هو water activity. طبعا equilibrium moisture content is determined by exposing sample to a series of closed chamber partially filled with solid with solution that can maintain a fixed relative humidity until the material comes to a constant weight. طبعا عادة تأخذ فنحن عادة بنجيب اللي هو السكيتر، نستعمل عادة ديسيكيتر. ديسيكيتر بيكون شكله زي هيك، بيكون مسكرة، بيكون هون في عنا رف، بيكون مثقب، بنحط تحت هون يا بنحط اللي هو مي. طبعا بيكون هون الريلاتيف هيوميديتي بتساوي 100% او الووتر اكتيفيتي بتساوي 1، وبنحط عينة نتركها لفترة من الزمن، بنقيس الوزن، بنشوف الوزن بتكون دراي، بنشوف قد ايش كسبت وزن، نضلنا نقيس لحديت ما نحصل اللي هو الاكوليبريم موشر كونتنت تبع المادة as time passes. فبنعرف مثلا سيرتن ريلاتيف هيوميديتي على 100% قد ايش الاكوليبريم موشر كونتنت من السامبل. يعني الباودر بيكون دراي بالبداية، مع الوقت it will pick up moisture فبيزيد وزن السامبل as time passes. طبعا بنجيب ديسيكيتر ثاني ومنحط فيه بدل المي منحط فيه مثلا saturated salt of NaCl. فالrelative humidity الـ vapor pressure للمي بقل، وبصير الـ humidity هون 75.3% اذا كانت على درجه حراره 20%. بنحط السامبل نفس الستوري، نتركها لمده شهر، و as time passes بنوزن كميه الموشر كونتنت. طبعا بالبدايه بتكون ما تكون فيها موشر، بتزيد تحديث ما نوصل هو الاكوليبيوم، ناخذ الاكوليبيوم موشر كونتنت للسبستنس الموجود عندنا. فبعد هيك طبعا بنستخدم اكثر من ديسيكيتر، يعني في يعني different saturated salt solutions، وبنطلع الاكوليبيوم موشر كونتنت at different relative humidity. بعد هيك بنرسم اللي هو ال percent relative humidity او relative humidity او water activity نفس الشيء. مع اللي هو equilibrium moisture content وبيطلع عنا curve بيكون عادة شكله زي هيك. طبعا هاي بتفرجينا كيف العلاقه بين اللي هو المويستشر كونتنت والاكوليبريم ريليتيف هيوميديتي، فبنرسمهم وبيعطينا اللي هو الريليشن بيناتهم.
طبعا الاكويليبيوم مش موشر كونتنت فيرسس اكويليبيوم ريليتيف هيوميديتي. طبعا لما نرسمهم عاده اتالاو مور انتليجنت سيلكشن اوف ذا دراينج كونديشن من وكيف احنا بنخزن السامبل. طبعا اذا بدنا سيرتن ريليتيف اكويليبيوم موشر كونتنت, فاذا بدنا فاليو معينه مثلا هاي مش بنيجي على الكيرف اللي هو العلاقه بين اكويليبيوم موشر كونتنت وريليتيف هيوميديتي, لما نسوي عمليه دراينج بنحطه بكونديشن حيث انه الاكويليبريم ريلاتيف هيوميديتي بتكافئ انه بتعطينا سيرتن موشر كونتنت, فبالتالي بنحافظ على الموشر كونتنت تو ذا ليفل اللي هو المطلوب. لما نصير دراينج بتوصل لهي الموشر كونتنت وبعدين بتوقف عندنا عمليه اللي هو دراينج بروسيس. فريلاتيف هيوميديتي اوف ذا دراينج اير should be lower than the equilibrium relative humidity corresponding to the desirable moisture content. يعني لما نوصل لل equilibrium relative humidity لما نحط فيها السامبل will pick up moisture and lose moisture لحديث ما توصل لل equilibrium moisture content اللي احنا that we are looking for. قديش ال equilibrium relative humidity بنعرفها من العلاقة between اللي هو the plot of moisture content versus اللي هو equilibrium relative humidity كيرف. فهي بالنسبه له اللي هو العلاقه بين اللي هو المويستشر كونتنت تبع السبستنس اند ذا سراوندينج هيوميديتي اوف ذا سامبل اللي موجود عندنا. هاي بالنسبه للكاركترايزيشن. هسه بدنا نحكي عن شو بصير بالماده خلال عمليه اللي هو دراينج بروسيس. عن اذا في عندنا ماده ويت ماده رطبه فيها مي, طبعا المي بتكون موجوده يا اما تكون موجوده within the sample within the powder sample within the particle او موجوده على السطح as film of moisture. بكون موجوده على السطح في عندنا اللي هو film يعني as film of moisture. طبعا بنجيب هاي الماده بنحطها داخل الاوفن وبنبدا اللي هو نسخن هاي السامبل. طبعا as we heat the sample طبعا بتبدا اللي هو الماده بترتفع درجه حرارتها وبيبدا الايفابوريشن للماده انه يصير. فبدنا نتبع شو بصير بهاي الماده خلال عمليه اللي هو الدراينج بروسيس وكيف تتغير اللي هو المويستشر كونتنت والريت اوف دراينج از وي بروسيد خلال عمليه اللي هو الدراينج بروسيس. طبعا اول ما بنحط العينه داخل الاوفن طبعا بتكون العينه بارده, فالحراره اللي نحن بنستعملها راح تستعمل هاي الحرارة حتى إنه يعني تهيت السامبل الموجودة عنا, فبترتفع درجة الحرارة تبعت المادة, فجزء من الحرارة راح يستخدم حتى نرفع درجة حرارة المادة. وخلال هاي البروسيس لما نرفع درجة حرارة المادة طبعا تبدأ rate of evaporation of the substance أو drying rate للمادة بصير ترتفع. فهون في عنا تحت اللي هو time يعني هذا as time passes باثنين يعني هون واللي فوقيه drying time, وطبعا هون ال period الأولانية اللي هي بسموها اللي هي initial adjustment period, يعني اللي بيصير إنه المادة بترتفع درجة حرارتها الحرارة بنحطها, وطبعا خلال هاي البروسيس rate of drying لحديت rate of drying عادة بتزيد والmoisture content اللي بالسامبل بتقل, لكن المويستشر كونتنت ما بتقل بشكل كبير خلال هاي البيريود, لان معظم الحراره استعملت حتى نرفع درجه حراره الماده مش لتبخير الماده. لحديت ما نوصل اللي هي بوينت بي اللي هي بنسميها بوينت بي طبعا بوينت بي الحراره بتثبت وبيبدا يصير عندنا عمليه ايفابوريشن من اللي هو من السيرفيس اوف ذا باودر سيرفيس اوف ذا اوف ذا اوف ذا باودر الموجود عندنا من الفيلم اوف مويشر موجود على سطح الباودر الموجود عندنا. فطبعا بتتبخر المي من السيرفيس, طبعا السيرفيس اريا للمويشر موجود على السيرفيس ما بتتغير لانه بروح مولكيول في تحتيه مي اللي بكون في عندنا فيلم اوف مويستشر. فاللي بصير انه بصير عندنا الريت اوف ايفابوريشن اوف ذا سبستنس الموجود عندنا بتكون ثابته, طبعا بتعتمد على كميه الحراره ذات وي ار سبلاينج تو ذا سيستم,
ومينوايل المويشر كونتنت تبع السامبل بيقل. طبعا عادة المويشر كونتنت تبع المادة بيقل بشكل سريع لأنه المي موجودة على السيرفس وبسهولة بتترك السيرفس لحد ما نوصل نقطة B. طبعا نقطة B اللي بيصير إن المويشر كونتنت المويشر كونتنت الموجودة على السيرفس صارت كميتها قليلة أو بطل الفيلم يغطي السيرفس بشكل كامل، فبتبدأ تكون أجزاء على السيرفس من الفيلم بيبدو بجف، فبصير السيرفس تبع الباودر بارتيكل جزء في عليه فيلم أوف مويشر، جزء في عليه اللي هو دراي سبوت تبدأ تو أبير بالبوينت تبدأ تو أبير هي من خلال اللي هو البوينت سي. طبعا بسبب ظهور هاي الدراي سبوت على السيرفس الريت اوف ايفابوريشن عادة بتقل والريت اوف دراينج بتقل، يعني بتقل والموشر كونتنت بتقل لكن ما بتقل نفس السرعة اللي كانت بالكونستنت ريت بيريود، يعني السرعة اللي قبلها نسميها كونستنت ريت بيريود لأنه الريت اوف دراينج بتكون كونستنت. والبوينت سي لما بتبدأ دراي سبوت تو أبير نسميها اللي هو كريتيكال موشر كونتنت، وبنبدأ بالستيب اللي بنسميها فيرست فولينج ريت بيريود. الفيرست فولينج ريت بيريود لها علاقة بالدراينج ريت، الدراينج ريت بتبدأ بتقل. طبعا كل ما بنمشي أكثر مع الوقت الدراي سبوت بصير حجمها أكبر، يعني بدل ما تكون بتكون 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 الدراي سبوت بكون 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 بتكون بتكون كبيرة، مع الوقت بصير أصغر والدراي سبوت أريا بصير حجمها بزيد أو مساحتها بزيد على سطح المادة الموجود عندنا. فدخلنا بإشي بنسميه اللي هو first falling rate period، بتبدأ اللي هو rate of evaporation of the sample بتقل والموشر كونتنت بتقل لكنها مش بالسرعة زي ما هي الكونستنت period. طبعا بيظل هذا الحكي مستمر لحد ما بيظل عندنا موشر موجود على السطح، فهذول كل الموشر اللي موجود على السطح انتهوا وبصير عندنا المويشر بس موجوده within اللي هو الستراكشر تبع اللي هو الباودر ماتيريال اللي موجوده عندنا. فاللي بده يصير ان المويشر it has to diffuse خلال الماده لحد ما تصل السطح وبعدين بصير عمليه اللي هو evaporation. ف at point C ما بيضل عندنا مويشر موجود على السيرفيس وببدا يصير عندنا عمليه اللي هو diffusion within the من 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 من, من the inside of the powder particles، وبندخل بالمرحلة الثانية بنسميها اللي هو second falling rate period. نقطة دي بنسميها second critical point. طبعا المويشر كونتنت بتقل لكن الريت طبعا بتقل مش بالسرعة اللي بتقل فيها first falling rate period ولا بالconstant rate period. فالمويشر كونتنت بتقل لحد ما نوصل اللي هو point E نسموها اللي هي equilibrium moisture content. طبعا هون بصير المي في إلها على السيرفس في إلها vapor pressure والهواء في إله vapor pressure، فلما يتساوى اللي هو vapor pressure للمي اللي موجود على السيرفس اللي بتتبخر مع vapor pressure الموجود على الأتموسفير ببطل يصير عنا عملية اللي هو evaporation للمادة الموجودة عنا، فالequilibrium moisture content بصير constant. فat point E point D نصل للإكوليبريم كريتيكال مويشر كونتنت وبعدها ما بصير عندنا عملية اللي هو الدراينج. طبعا إذا بدنا نجفف السبستنس بشكل أكثر من المطلوب بدنا لازم نقلل اللي هو الإكوليبريم ريلاتيف هيوميديتي أو نقلل الفيبر بريشر للسراوندينج أتموسفير حتى إنه يقدر يأخذ يصير ديفيوجن من السيرفيس لا اللي هو السيراميك اتموسفير ويصير عندنا عمليه اللي هو الدراينج بروسيس. اذا الاكوليبريم مويشر كونتنت ظلت ثابته ما بصير عندنا او ثابته وكانت الفيبر بريشر تبعها بيساوي الفيبر بريشر للمي الموجوده على السطح ما راح يصير عندنا ماس ترانسفير والماده ما راح يصيرها عمليه اللي هو الدراينج. فعندنا اللي هو اول ستيب اللي هو اللي هي من A to B اللي هي انيشال ادجستمنت بيريود. الماده الموجوده عندنا تكون درجة حرارة الغرفة بنحطها بالأوفن اللي تكون حرارته يعني مرتفعة والحرارة اللي بتسجل على السبستنس it will be utilized حتى إنه نرفع درجة حرارة السامبل وخلال هاي البروسيس
تبدا الريت اوف ايفابوريشن ترتفع لحد ما نوصل اللي هو بوينت بي. بوينت بي طبعا الماده وصلت اللي هو الـ يعني اللي هو الاكوليبريم ريت، وبدات الماده يصير عندنا عمليه تبدا بالايفابوريشن بروسيس. طبعا الايفابوريشن بروسيس باول ستيب بيتم من المي الموجوده على السطح او الفيلم اوف موشر اللي بيغطي اللي هو الباودر بارتيكل اللي موجود عندنا. ف between B and C نسميها constant rate period لانه rate of evaporation بتكون constant، لانه المي الموليكيول اللي بيطلع من المي بيكون في تحته موليكيول ثاني من المي، فالسيرفيس اريا للموشر فيلم ما راح تتغير considerably، فبالتالي rate of evaporation راح تكون constant. طبعا خلال هاي البروسيس الموشر كونتاكت تنزل بشكل سريع لانه طبعا المي بتطلع بشكل سهل وبقل اللي هو الموشر كونتنت بشكل كبير. بضل هذا الحكي لحد ما نوصل اللي هو بوينت سي نسميها اللي هو الكريتيكال موشر كونتنت. كريتيكال موشر كونتنت بيبدا يتكون عندنا دراي سبوت على السيرفيس، الفيلم المي الموجود على السيرفيس بطلت تقدر تغطي السيرفيس 100%، بيبدا يتكون جزر من الدراي سبوتس او المناطق الجافه. هاي المناطق الجافه تبدا تكبر شوي شوي as we proceed. نتيجه انه هاي الدراي سبوتس تكبر بقل اللي هو الريت اوف ايفابوريشن، فبنسمي هاي البيريود بتوين سي اند دي فيرست فولينج ريت بيريود، لانه هاي الدراي سبوت بتكبر مع الوقت فالريت اوف ايفابوريشن بتقل والموشر كونتنت بتقل، لكن يعني نزولها ما راح يكون بسرعه اللي هو نزول الكونستنت ريت بيريود. يظل الحكي هذا ماشي لحديث ما نوصل بوينت دي. بوينت دي ما بيظل عندنا سيرفيس موشر ات اول على البارتيكل، فبندخل باللي هو الستيب اللي بعدها بنسميها اللي هي سكند كريتيكال بوينت او سكند كريتيكال موشر كونتنت، اللي هي بتكون عندنا بتبدا المي تو ديفيوز فروم ذا انسايد اوف ذا ماتيريال لحديث ما تصل على السيرفيس، وبعدين تصير عندنا عمليه اللي هو ايفابوريشن. فالريت اوف ايفابوريشن بتقل، وهي الستيب بنسميها سكند فولينج ريت بيريود. بضل هذا الحكي مستمر لحد ما الفيبر بريشر للمي الموجود على السيرفيس يساوي اللي هو اكوليبريم موشر كونتنت او نفس الفيبر بريشر للسراوندينج اتموسفير، فبالتالي ما بصير عندنا ديفيوجن بروسيس والموشر كونتنت بعدها ما بتقل. اذا بدنا نجفف اكثر بدنا نسوي عمليه اللي هو نقلل اكوليبريم ريليتيف هيوميديتي حتى يصير الفيبر بريشر اقل من اللي هو الموجود على السيرفيس، حتى تصير عندنا عملية diffusion process حتى تنتقل المي من السيرفيس of the solid to the surrounding atmosphere وتقل الموشر كونتنت بشكل كبير. طبعا مجرد ما وصلنا point B اللي هي بنسميها اللي هي equilibrium moisture content، طبعا الاستمرار بالتسخين it is waste of energy و it will not be used to produce اللي هو drying، لأنه المي بتتبخر أو بتطلع منها بقابلها مي بصير كوندنسيشن من السيراميك اتموسفير، فبالتالي ما بتتغير اللي هو الموشر كونتنت تبع الماده الموجوده هنا. The rate of drying of a sample can be determined by suspending the wet material on a scale or a balance in a drying cabinet and measuring the weight of the sample as it dry as a function of time. طبعا بسكلي هيك يعني study اللي هو عمليه اللي هو drying process. In determining an accurate drying rate curve for a material in a particular oven, it is important that the drying condition approximate the condition in a full size dryer as closely as possible. طبعا هذا حتى انه يعني احنا ليش بندرسه حتى نعرف شو بصير بالماده خلال عمليه اللي هو drying process. طبعا شو بصير خلال عمليه drying process؟ طبعا when a wet solid is first placed in a drying oven, لما نحط الماده داخل الفرن عشان نجفف، it began to absorb heat and increase in temperature. تأخذ الحرارة وما حرارة المادة بتبدأ ترتفع. At the same time, the moisture begin to evaporating. تبدأ المادة تتبخر and thus tend to cool the drying solid. وهاي البيريود اللي هي من A to B بنسميها اللي هو initial adjustment segment، واللي هي segment من ألف من A to B اللي هي أول step بنسميها initial adjustment. طبعا بعد فتره من الزمن after a period of initial adjustment the rate of heating and cooling become equal and the temperature of the drying material stabilize. ف بالconstant rate period السيرفيس بكون درجه حرارته ثابته،
اللي هي نفسها الويت بالب تمبريتشر خلال عملية اللي درسناها بالسايكرومتري. As long as the amount of heat transfer by the radiation or by is relatively small, the temperature reached equal the wet bulb temperature of the drying air, اللي هي segment BC, اللي هي constant rate period. At point B, the temperature is stabilized and remain constant as long as there is a film of moisture remaining at the surface of the drying solid. يعني لازم يكون الفيلم مغطي surface بشكل complete. فبين النقطتين B و C, the moisture evaporation from the surface is replaced by the water diffusing from the interior of the solid at the rate equal to the rate of evaporation. فكمية الماء موجودة على السطح تظلها ثابتة. فthe rate of drying is constant. سرعة اللي هو التجفيف بتكون constant. And the time BC is called is the constant rate period. وهي الفترة بنسميها اللي هو the constant rate period. At point C, لما بصير انه الكميه المي اللي موجوده على السيرفيس بتبدا تقل وبتبدا تظهر عندنا اللي هو دراي سبوت. ف at point C the surface water is no longer replaced at a rate fast enough to remain continuous film, فبالتالي بتبدا تكون عندنا اللي هو دراي سبوتس على السيرفيس. ف دراي سبوتس begin to appear و the rate of drying begin to fall off, تبدا سرعه التبخير بتقل. The moisture content of the at which this occur is referred as critical moisture content. Critical moisture content لما بتبدا تظهر اول سبوت اول دراي سبوت على الماده. طبعا between point C and D, the number and area of these dry spots continue to grow and the rate of drying fall steadily. The time CD is referred to as the first falling rate period and the period of or the period of unsaturated surface drying. يعني السيرفيس ما بكون كلياته moisture content. وصلنا point D, بطل في moisture موجودة على السطح تبع البارتيكل. But at point D, the film of surface water is completely evaporated. ما في عنا مي على السيرفيس. And the rate of drying depend on the rate of diffusion of the moisture to the surface of the solid. فسرعة التجفيف تعتمد على diffusion من المي من الانتيرير of the solid to the surface. At point D is referred as the second critical point. Between D and E, the rate of drying fall even more rapidly than the first falling rate period. And time DE is called second falling rate period. طبعا هسه بنوصل على point E. When the drying rate is equal to zero, starting at point E, the equilibrium moisture period begins, and the solid is in equilibrium with its surrounding. Its temperature and moisture content remain constant. From continuing drying after this point is a waste of time and energy. فبتصير rate of evaporation نفسها بتساوي rate of condensation, والmoisture content ما راح تتغير. إذا بنجفف أكثر لازم نقلل اللي هو الإكوليبريم موشر كونتنت للسراوندينج للهواء, حتى انه عفوا لازم نقلل الإكوليبريم ريلاتيف هيوميديتي للسراوندينج اير حتى انه نقدر نجفف بشكل احسن الماتيريال. طبعا هاي كيف بتصير عندنا عملية اللي هو الدراينج للماتيريال والستبس اللي بتتم بتصير بالماتيريال خلال عملية اللي هو الدراينج بروسيس. طبعا المواد مش كلياتها زي بعض. طبعا في بعض المواد بيكون سهل تجفيفها, في بعض المواد بيكون كثير صعب بالتجفيف تبعها. طبعا solid can be classified into two major categories on the basis of their drying behavior. في عنا مواد بنسميها اللي هو granular crystalline material, المادة اللي بيكون على شكل crystalline, والمواد اللي بيكون amorphous material. amorphous material عادة بتكون random المولكيولز, ما في arrangement معين, فبالتالي الموشر بتدخل بأماكن عميقة within the structure of the powder material. بينما الجرانيول الكريستالين ماتيريال أو الجرانيول ماتيريال المولكيولز بكونوا يعني مرتبين جنب بعضهم البعض, the interaction between the particles of the molecules بكون strong, والمي بتكون موجودة عادة على السطح وبالopen spaces. فعادة الكريستالين ماتيريال تجفيفها بيكون أسهل بكثير من تجفيف اللي هو الأمورفاس ماتيريال, لأنه
بالكريستالين مثل المي بتكون موجودة على السيرفيسز، أو إذا كان فيها انكلوجين سبيسز بتكون هاي مفتوحة، عملية تجفيفها بتكون عملية سهلة. بينما الأمورفوس ماتيريال، الأمورفوس ماتيريال انتراكشن بين الموليكيولز بيكون مش قوي، فبالتالي بتفوت المي بالمي ديب انتو ذا ستراكشر اوف ذا امورفوس ماتيريال، وبتدخل باماكن ضيقه، وعمليه الدراينج لها بتكون عمليه كثير صعبه، ولما نجفف ما بنقدر نوصل لزيرو مويشر كونتنت بهاي الماتيريال. بينما الكريستالين ماتيريال لما نجفف بنقدر نوصل للي هو زيرو مويشر كونتنت. طبعا الجرانيولار ماتيريال الدراينج مينلي بيكون يعني بتكون عاده كونسنتريت بيريود فيه خلال الدراينج بتكون هو اللي هي الماجوريتي، يعني بصير بالكونسنتريت بيريود، فالدراينج لها بيكون سهل كثير. بينما الامورفوس ماتيريال سنس ان المويشر بتدخل ديب انسايد ذا ستراكشر اوف ذا ماتيريال، بتكون الكونسنتريت بيريود والفيس فولينج ريت بيريود بتكونوا قصيرات، لانه المويشر كونتنت بتكون معظمها موجوده within اللي هو الستراكشر تبع الماتيريال، وبتكون السكند فولينج ريت بيريود هي الستيب اللي هي بتكون بصير فيها ايفابوريشن، فعاده تجفيفها بيكون كثير صعب وما بتوصل اللي هو الزيرو بيرسنت. فذا ووتر ان كريستالين سوليد is held in a shallow and open surface pores as well as in interstitial spaces between the particles that are easily accessible to the surface. Example عليهم زي الكالسيوم سلفيت، الزنك اوكسايد، مغنيسيوم اوكسايد، هذول المواد عاده تجفيفها بيكون سهل كثير. المواد اللي بتكون شكل fibrous amorphous or gelatinous structure اللي هن بتكون amorphous material are in the second category. In these solids, the moisture is an integral part of the molecular structure as well as being physically entrapped in fine capillary and small interior surface. فعادة بالأمورفوس ماتيريال الاسوسيشن بين الموشر أو المي والستركتشر تبع الكومباوند بكون كثير قوي، يعني مع الموليكيول مولكيول باي مولكيول. فعشان هيك تجفيفها بكون صعب وبتدخل جوا بالبورز الصغيرة الموجود عندنا. example عليها اللي هو الستارش. الستارش تجفيفه كثير صعب، يعني عادة الستارش إذا بدهم يجففوا بحطوه كونديشن كثير كثير، يعني براشر كثير قليل وحرارة عالية وما بيوصل يعني 2-3% موشر كونتنت، يعني ما بيقدروا ينزلوا أكثر من هيك خلال عملية اللي هو الدراينج بروسيس، لانه تجفيفها بيكون صعب. كثير من البروتينات بيكون نفس الستوري زي الكازيين، اليست، انسولين، جيليتينس ان اورجانيك ماتيريال such as aluminum hydroxide. هذول المواد عاده تجفيفهم بيكون كثير صعب لانه المي انتراب within the structure، وكمان بياثروا على الاستابيليتي تبع الكومباوند لما نسوي عمليه اللي هو دراينج لهم. all of amorphous solid are more difficult to dry than granular or crystalline material، فعاده تجفيفهم بيكون كثير صعب. The moisture in crystalline solid is lost with little hindrance by either gravitational or capillary force. فهم سهولة بتم تجفيفهم، يعني ممكن إنه إذا استعمل gravitational force ممكن نقدر نجففها، لكن الأمورفوس material هذا الحكي يعني بدهم حرارة عالية وفاكيوم كثير حتى يقدروا يجففوا اللي هو المادة، وما يعني ما بيقدروا يجففوها بشكل سهل. بالكريستالين ماتيريال اللي بتجفف بسهوله the concentrate period is the major portion of the drying curve and this period continue until the material has virtually no free water. فبتجف عاده بالconcentrate period. The falling rate period is much shorter، تكون صغيره، equilibrium moisture content can get close to zero and usually it is heat stable. هاي المواد ما بتخرب لما نسوي العمليه اللي هو تجفيف. بينما اللي هو الامورفوس ماتيريال واللي هو جيليتينس ماتيريال اللي هن الامورفوس مويشر موفمنت از فيري سلو، طبعا تطليع المي الديفيوجن له كثير صعب، باخذ وقت وبكون بطيء. ذا ليكويد ديفيوز ثرو ستراكشر اوبستكل كوز باي مولكيولار كونفيجوريشنز، طبعا عاده البوز بكون فيري نارو وبكون في يعني في كثير اوبستكلز فور لخروج المي من الستراكشر تبع اللي هو السوليد.
The drying curve of this amorphous material have short constant rate period. The constant rate period اللي هي المي موجودة على السيرفس عادة ما يكونش فيه مي موجودة على السيرفس بتكون very short اللي هو constant rate period ending at high critical moisture content. الفاليو تبع critical moisture content بتكون كثير كثير عالية. The first rating, first falling rate period, the period of water unsaturation on the surface is كمان relatively short, كمان ما في يعني تكون قليلة. والsecond falling, second drying rate period, اللي هي second falling rate period, اللي بيصير diffusion within the structure, هي بتكون the longest period, as it depend on the diffusion of the water through the solids. The equilibrium moisture content is high. طبعا بعد ما نحط نعرضها لكونديشن وستريكت وهذا بيظل فيها moisture content كميه كبيره because most of the water remain intimately associated within the molecular interstitial spaces of the substance. يعني at the molecular level بتكون مربوطات اللي هو المولكيول. The structure and physiological activity of many of these substances are affected by high temperature. طبعا especially اذا بنحكي مثلا بروتين material. The drying of this material often require the use of lower temperature, reduced pressure and increased airflow حتى انه نجفف المادة اللي بتكون of this nature. فتجفيفها بكون صعب وما بنقدر اللي هو نوصل للموشر كونتنت اللي بدنا اياه. هسه بدنا نحكي عن اللي هو الدراير اللي بيستخدمه في الفارماسيوتيكال اندستري وراح نحكي عن الدراير كلاسيفيكيشن. طبعا دراير كان بي كلاسيفايد اكوردنج ذا ميثود اوف هيت ترانسفير طريقة اللي هو تسخين المادة وكيف تنتقل الحرارة من خلال عملية اللي هو التسخين. طبعا هاي مهمة حتى الواحد يقدر يميز بالفروقات between dryer design والoperation and energy requirements. في كمان classifying بكون based on the method of solid handling. طبعا في بعض المواد بكونوا ما فيها يعني الباودر ما بيصيروا تحريك في بعضها بيصير عندنا عملية اللي هو تحريك. فطبعا more suitable when the special attention must be given to the nature of the material to be dried. يعني إذا بتعامل مع بروتين الاجيتيشن ممكن يأثر على stability تبع البروتين الموجود عنده. طبعا when dryer are classified according to their method of solid handling, the major criteria is the presence or absence of agitation of the material to be dried. طبعا يعني في تحريك أو ما فيش تحريك. A dryer that produces excessive agitation is contraindicated with dried material is friable or subject to attrition. طبعا إذا مادة بتتكسر طبعا ما بنحطها بأوفن فيه excessive agitation لأنه بتكون كميات كبيرة من الفاين خلال عملية الدراينج. كمان إذا بنتعامل مع البروتين بنسوي له دراينج ما بدنا نعرضه لـ excessive agitation لأنه بصير عملية هو denaturation. On the other hand, if the dried product is intended to be pulverized, يعني إذا بدنا نجفف إذا بدنا البرودكت بعد ما نجففه بدنا نطحنه وريديوس البارتيكل سايز بشكل كبير مثلا حتى انه نزيد الريت اوف ايفابوريشن نزيد الريت اوف ديسوليوشن اوف ذا دراج. يعني اذا عندنا دواء ذائبته قليله نطحنه فيري فاين بارتيكلز then the drying time can be reduced and the process made more efficient by the use of a dryer that produces intense agitation during the drying. فعاده الدراير اللي بيصير فيها تحريك التجفيف بيتم فيها بشكل سريع. فاذا ما بتفرق معنا انه الايفكت اوف اجيتيشن على البرودكت نقدر نروح على اللي هو الدراير بجفف اللي هو الماده بيسوي اجيتيشن للماده بيسرع عنا عمليه اللي هو دراينج بروسيس سبيشلي اذا كانت بدنا نسوي لها عمليه اللي هو طحن. طبعا كلاسيفيكيشن بيز اون ذا ميثود اوف سوليد دراينج. طبعا في عنا شيء بنسميه ستاتيك بيد دراير وفي عنا موفينج بيد دراير. Static bed dryer طبعاً عادة ما بيكون فيها agitation ما في عنا تحريك. Maybe bulk movement. Bulk movement يعني من وقت لوقت بنحرك الباودر يعني ممكن نقلبه قلبه خلال مثلاً 3-4 دقائق نقلبه قلبه حساس نسرع عملية اللي هو عملية اللي هو التجفيف مش إنه بيكون continuous movement التحريك Static bed dryer. طبعاً عادة Static bed dryer fraction of particle are directly exposed to the heat source. مش كل البارتيكل بكون ان كونتاكت وذ هيت سورس والثيكنس اوف ذا ماتيريال از امبورتنت فور دراينج. كل ما بتكون الثيكنس تبع الماتيريال اقل كل ما بيكون الدراينج بيتم بشكل 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 اسرع لانه في بصير فيه انتقال الحراره فيها باي كوندكشن. كل ما تكون الثيكنس اكثر كل ما بده وقت اكثر لحتى تنتقل الحراره على السيرفيس ويصير عندنا عمليه اللي هو الدراينج للماتيريال.
النوع الثاني من الدراير اللي هو moving bed dryer اللي هو particle flow over each other by gravitational by gravity or mechanical agitation. في عنا certain mechanism لتحريك اللي هو الباودر. طبعا هذا بيفصل البارتيكل عن بعضهم البعض وبيخلي البارتيكل يتعرضوا او نيو سيرفيسز للبارتيكل بيتعرضوا للحراره بشكل احسن وبيسرع اللي هو عمليه اللي هو الايفابوريشن والتجفيف. Separation of particle and continuous exposure of new surfaces allow more rapid heat and mass transfer than can occur in a static bed dryer. فعادة moving bed dryer بجفف بشكل أسرع. في عنا إشي بسموه اللي هو fluidized bed dryer. طبعاً fluidized bed dryer basically بيجيبوا الباودر to be dried. طبعاً هذا عبارة عن dryer بيستخدموه فور اللي هو يعني بيستخدموه كثير بالفارماسكال اندستري فور جرانيوليشن بيربوسز خلال عمليه الجرانيوليشن بجففوا فيه. طبعا بيسكلي بيجيبوا الباودر وبنمرقوا من تحت فيه هواء وهذا الهواء او الهواء المرق خلال اللي هو الباودر موجود عندنا بيخلي الهواء يسوي سسبنشن للبارتيكل بالهواء السخن. يعني الهواء بيخلي البارتيكل تتحرك within اللي هو هذا الستريم of the air الموجود عندنا. فبصير البارتيكل اللي بتكون مويست محاطة من كل الجهات بالهواء السخن والإيفابوريشن ريت للمادة بتكون كثير كثير سريعة. فالماتيريال is basically partially suspended in an upward moving gas stream اللي هو بيجي بيطلع من تحت لفوق وبيسوي عملية اللي هو حركة بيخلي الباودر يتحرك بطريقة معينة بيخلي الماتيريال تتحرك وبحيث انها تكون عندنا سسبنشن. يعني سسبنشن يعني بتصير البارتيكل معلقة بالهواء. يعني مش انها يعني الريت اوف موفمنت اوف ذا جاز ستريم لازم تكون يعني لها ريت مناسبة. ما بدناش اياها تكون سريعة كثير تاخذ الباودر وتمشي مع الستريم اوف جاز، بدناش تكون بطيئة تظلها بالبوتوم تبعت اللي هو الدراير. فبدنا اياها تسوي سسبنشن للبارتيكل بتصير كانها تغلي فتشبه حركتها حركه اللي هو الفلويد تبع الفلوز خلال عمليه اللي هو الدراينج. فذا بارتيكل ار ليفتد اند ذن فول باك ان راندوم مانر سو ذات ذا ريزلتنج ميكستشر اوف سوليد اند غاز اكت لايك بويلينج ليكويد. فبصير البارتيكل محاطه بالهواء من كل الجهات والدراينج بيتم بشكل سريع. غاز سوليد كونتاكت از اكسلنت، يعني الكونتاكت بين السوليد لانه محاط من كل الجهات بالهواء السخن. And result in a better heat and mass transfer than static and moving bed dryer. والتجفيف منه فيه كمان بكون عندنا بكون بشكل 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 سريع. النوع الرابع من الدراير بسموه نيوماتيك دراير. النيوماتيك دراير اللي هو الاكزامبل عليه اللي هو السبراي دراير. السبراي دراير عادة بيستخدموه for evaporation purposes. Fluid bed dryer حكينا عنه قبل شوي for drying purposes مش for evaporation. يعني المي مش لازم تكون كبيرة كثيرة موجودة بالsubstance وتكون المادة يعني الانتراكشن بين البارتيكل ما يكون كثير 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 قوي بحيث نقدر نسوي لها suspension داخل الهواء. بنيوماتيك دراير نحن بنسوي it is an evaporation process. فالماتيريال بنسويها تجفيف عادة تكون بسوليوشن بنسوي لها عمليه اللي هو سبراينج بهواء كونتينج اللي هو حرارته عاليه. وعاده السبراينج بيتم من فوق لتحت، يعني بسوي سبراينج من مكان عالي تحته بكون اللي هو الهواء السخن تنزل البارتيكل فيه وبصير عندنا عمليه اللي هو تجفيف للماتيريال. فالبارتيكل ار انترينت اند كونفيت ان هاي فيلوسيتي جاز ستريم. فبكون في عندنا هو ماشي بسرعة عالية وبكون درجة حرارته عالية وبجفف هاي البارتيكل اللي منسوي لها عمل on a fluidized bed because there is no channeling or short circulating of gas flow through the bed of particle. فالبارتيكل يعني حركتها بتصير بشكل أحسن داخل هو مقارنة بالفلويد بيد دراير. Each particle is completely surrounded by envelope of drying air. نفس الطريقة الهواء بيحيط البارتيكل بشكل تام. Extremely rapid and heat mass transfer and thus drying time is very very short. فالبارتيكل تنزل من فوق لتحت، مفروض انه اذا الكونديشن مضبوطة الريت اوف سبراينج والحرارة تبخر المادة as reaches اللي هو البوتوم، بعدين تطلع من الجهاز وبصير عملية اللي هو
كل الكولكشن. بدنا نحكي عن اول شيء عن الستاتيك بيت دراير. طبعا اول نوع من الدراير بنسميه اللي هو التراك تري اند تراك درايرز. التري اللي هو عباره عن اللي هو دراير اللي موست كومونلي يوز بالفارماسيوتيكال اندستريز. طبعا التري هي عباره عن ايش؟ هي عباره عن رفوف تنحط تتدخل داخل هو دراينج اوفن. دراينج اوفن يعني بيجيبوا الماده بحطوها بكونتينر بتري، بعدين هذا التري بيدخلوه للاوفن وبيسووا عمليه اللي هو تجفيف للماده الموجوده عندنا. طبعا تراك دراير طبعا هاي طريقه اللي هو بيستخدموا واي اوف يعني تدخيل الماده للاوفن، بدل ما يدخلوا تري باي تري ممكن يدخلوهم كلياتهم على اللي هو على راك وبعدين بيدخلوها داخل الاوفن مره واحده. طبعا هاي بتسهل اللي هو الهاندلنج تبع المواد خلال عمليه اللي هو الدراينج دراينج بروسيس. فالتري دراير كثير بيستخدم بالفارماسيوتيكال اندستري. تري دراير سمتايم في له اسماء مختلفه، مرات بيقولوا له شيلف دراير، كابينت دراير، كومبارتمنت درايرز. طبعا كلها اسماء بتحكي انديكيت نفس الشيء، يعني هي زي خزانه بنحط فيها المواد اللي بدنا نسوي لها عمليه اللي هو تجفيف. التري دراير كونسيست اوف كابينت ان ويتش ذا ماتيريال تو بي درايد از سبريد اون ا تير اوف تريز. طبعا المواد اللي بدنا نجففها بنحطهم ب تريز اللي هم رفوف او صواني على شكل تريز، وبكون فيها اكثر من تريز بنحطها داخل الاوفن. طبعا حسب حجم اللي هو الاوفن الموجود عندنا، ممكن يكون في شيء باخذ ثلاث تريز، طبعا هذا اللي بيكون صغير. وبالصناعه الدوائيه بيستعملوا اوفن باخذ يعني لحديت 20 تري، ممكن تلاقوا اوفن تاخذ اكثر من 20 تري. طبعا يوجوالي بتوين 3 و20 تري اللي بيستخدموا بالفارماسيوتيكال اندستري. التراك دراير اللي هي تريز ار لودد ان تراكس اللي هي راك كويب وود ويلز، يعني بتشوفوا مرات بالمخابز بتلاقوا لما يسووا خبز الحمام والكعك والهذا بحطوها على 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 راك، وهي الراك تدخل زي ما هي داخل الاوفن وبصير عندنا عمليه اللي هو الدراينج، فبسموها هاي تراك دراير. فهي عباره عن تريز are loaded on tracks اللي هي عباره عن راك equipped with wheel which can be rolled into and out of the drying cabinet. طبعا هذا بيسهل عمليه اللي هو loading و unloading، يعني بيسهل عمليه تطليق تدخيل اللي هو المواد خلال عمليه اللي هو drying process. The track contain trays that are square or rectangular and are about 4 ل 8 square feet in area. طبعا عاده يعني بتختلف من يعني من اوفن لاوفن اخر، عاده التريز يا اما سكوير يا اما بتكون ريكتانجولار حتى تسهل عمليه اللي هو اللودنج وتترتب بشكل كويس داخل هو الاوفن، والاريا تبعها بتختلف من 4 ل 8 سكوير فيت ان اريا. ففي في منهم التريز تبعهم كبيره، في منهم التريز تبعهم بتكون صغيره حسب حجم اللي هو الفرن اللي موجود. طبعا التريز ار يوجوالي لودد فروم 0.5 تو 4 انشز ديب وذ ات ليست 1.5 انش كليرانس بتوين ذا سيرفيسز اند ذا بوتوم اوف ذا تري ابوف ات. طبعا عاده لما نحط الباودر الثيكنس تبع الباودر كثير مهمه، كل ما بتكون الثيكنس اقل كل ما بتكون الايفابوريشن بيتم بشكل اسرع. فكميه الباودر بحطوه يا اما نص انش، الانش يعني عباره عن 2.4 يعني 1.2 سنتيمتر لحديت اللي هو 4 انش لحديت 10 سنتيمتر، وبنشروها على هاي التريز. لما نحط التريز بالاوفن بيتركوا مسافه انش ونص بتوين 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 التريز عشان يدخل الهواء السخن ويمكن انه الووتر فيبر اللي بيطلع من الماده خلال عمليه دراينج يصير له عمليه اللي هو ديفيوجن بروسس. فبيتركوا مسافه بتوين التريز حتى يسمح للمي للووتر فيبر انه تو اسكيب ويطلع من الباودر خلال عمليه اللي هو دراينج بروسيس. فبتركوا مسافه اللي هي عاده اراوند اللي هو 1.5 انش. طبعا التري دراير هي عباره مناسبه لشيء لطريقه مانيفاكتشرنج بسموها اللي هو باتش بروسيس. باتش بروسيس يعني في عندنا كميه من الباودر من من نسوي لهم دراينج ات وانس، بيجي بيستخدم اوفن له كباسيتي معينه بحطوها فيها بجففوها وبيطلعوها. طبعا هاي هاي بتكون مناسبه للمود اوف مانيفاكتشرنج باي باتش بروسيس. طبعا
طبعا بالصناعه الدوائيه الباتش بروسيس بتستخدم بشكل اكبر كثير من كونتينوس مود اوف مانيفاكتشرنج. طبعا السبب في ذلك انه طبعا الايتش باتش اوف ماتيريال كان بي هاندد از ا سيبريت انتيتي. طبعا تعرف كل باتش بتصنع لحاله والتراكينج له بيكون سهل، عشان هيك كثير من المواد من البرودكتس مانيفاكتشر ان فارماسيوتيكال اندستري بيكون عباره عن باتش بروسيس. The batch size of pharmaceutical industry are relatively small. طبعاً عادة الباتش سايز حدود اللي هو 500 pound per batch، ممكن أقل من هيك حسب اللي هو حجم الباتش اللي بيصنعه. طبعاً بالكيميكال اندستري كمية المواد بتعملوا معها أوزان أعلى بكثير، ممكن 2000 or more pound per hour، فبيضطروا إنه يروحوا على اللي هو continuous mode of manufacturing. The same equipment is really adjusted for use with drying in drying a wide variety of material. طبعا عندنا بالفارماسيوتيكال اندستري لما يكون باتش بروسيس نفس الجهاز بيستخدموه لاكثر من البرودكت، فبالتالي بيستعملوه مع اكثر من البرودكت. طبعا التريد دراير may be classified as direct or indirect. طبعا دايركت اللي هي طريقه توصيل الحراره للماده. طبعا الدايركت اللي هو عاده الاغلب بيستخدم اللي هي heating by forced circulation of heated air. heated air طبعا طريقه تزويد التجفيف by convection، انه الهواء بيحمل الحراره للباودر حتى يسوي عمليه اللي هو تجفيف، اللي هي by direct method اللي هي باستخدام الهواء السخن حتى نجفف الباودر الموجود عندنا. في بعض الدراير بيستخدموا indirect method اللي هو بيستخدموا either heated shelves or radiating heat source. heated shelves يعني بتكون نفس التري السيرفيس تبعه بسخن، لما يسخن تنتقل الحراره by conduction من الماء من السيرفيس اوف ذا سوليد لا اللي هو السيرفيس تبع اللي هو الباودر، وبصير عندنا عمليه اللي هو evaporation. او بيستخدموا radiating heat source وبوجهوه على الباودر وبصير عندنا عمليه اللي هو drying. Or radiating heat source in the drying chamber to evaporate the moisture which is either removed by vacuum pump or small amount of circulated air. طبعا بيكون في هواء رايح جاي حتى انه يشيل الهواء اللي يشيل المويشر اللي بيصير له عمليه اللي هو evaporation. يعني الهيتد سيرفيس بيعطي حراره، طبعا بدنا انه المويشر اللي بتبخر ينتقل بعيدا عن الماده الموجوده عندنا، فبيكون في هواء circulating بيطلع من اللي هو evaporating حتى ياخذ اللي هو المويشر اللي يتبخر بعيد عن الماده اللي عندنا، او بيستخدموا vacuum pump for that purpose. The tray used can have solid or perforated or wire mesh at the bottom. طبعا اللي اسفل التري او الصينيه من تحت ممكن تكون solid يعني ما بيكون فيها ثقوب، وممكن تكون مثقبه او ممكن اسفلها عباره عن منخل. طبعا عاده اذا كان من تحت في منخل او بيرفوريشن هذا بيسهل عمليه اللي هو هيت ترانسفير وعمليه التجفيف للماده الموجوده عندنا. طبعا احنا بنتعامل مع باودر اذا حطيناه بمنخل مثقب او فيه بيرفوريشن بوقع، عاده هذول المناخل الصواني اللي بيكون فيهم مثقبات او فيهم واير ميش بحطوا تحتيهم، لما يحطوا الماده دي لايند ات وذ بيبر حتى انه الباودر ما يوقع من التريز خلال عمليه اللي هو الهاندلنج. فالسكرين اند بيرفوريتد اند بيرفوريتد تريز ار لايند وذ بيبر، وبعدين بحطوا عليها الباودر حتى انه نمنع اللي هو عمليه اللي هو يعني حتى انه تو هولد اللي هو الباودر خلال عمليه الدراينج. To achieve uniform drying there must be a constant temperature and a uniform airflow over the material being dried. طبعا الهواء لازم يتوزع حتى انه تجف اللود كلياته الموجود داخل الاوفن كلياته مع بعضها البعض. ما بدنا نعرض باودر لاكسسيف هيتنج وباودر تضلها ويت بسبب انه الهواء الحراره ما وصلت لها بشكل كويس. عاده استخدموا اللي هو فانز مراوح بوزعوها داخل الاوفن حتى توزع الهواء بشكل يونيفورمي. معظم الفارماسكال اندستري بيعتمدوا بالتجفيف على اللي هو الدايركت ميثود اوف الدراينج اللي هو باستخدام هوت اير فور ذات بيربوس. فذيس از اكمبلشد باي ذا يوز اوف ويل انسيوليتد cabinet with strategic placed fans and heating coil as integral part of the unit. عادة في عندنا كويل اللي هو بيسخن الهواء. المكان الموجود فيه الكويل والفان وفي عندنا فانز حتى يوزع الهواء بحيث انه كل اللود الموجود داخل الاوفن يحمى بنفس الطريقة وبنفس السرعة حتى انه يعني يتجف بشكل منيح.
وكمان الأوفن بيكون عادة والإنسوليتد لأنه إذا كانت على الأطراف ببرد أكثر من الوسط أو المحل اللي جاي عليه الهواء من الكويل، فعادة بيسوي إنسولين بشكل كويس حتى كلها تكون لها تقريبا نفس درجة الحرارة. طبعا الـ preferred energy source for heating are بالفارماسكال اندستري are either steam or electricity. Nowadays معظم الناس بيستخدموا الحرارة، قليل الناس اللي بيعتمدوا على اللي هو الستيم for drying purposes. طبعا قديما كانوا يستعملوا اللي هو الكول، الفحم الحجري، الاويل يعني النفط والديزل او الغاز. طبعا هذول بيعطوا حرارة اكثر طبعا بكوست اقل، طبعا بس مشكلتهم انه الكونتامينيشن الناتج منهم بيكون كبير وفي لهم بعض الهزار، فعشان هيك ما بيستعملوا كثير بالفارماسكال اندستري. فاليونتس فايرد وذ كول او اويل او غاز produce higher temperature at lower cost but are avoided because of possible contamination and explosion hazard when inflamed solvent are being evaporated. اذا كان في عندنا مثلا ايثانول organic solvent بنبخرهم بصير عند تشانس انه يصير explosion بشكل كبير لما نستعمل يونت بنسخن باستخدام هاي المثل. طبعا steam is preferred over electricity for cost purposes لانه الستيم عاده ارخص من الالكتريسيتي. if steam is not readily available drying load or small electric heat is used. والاغلب nowadays بيستخدموا الالكتريسيتي اكثر من الستيم for water. هاي هون عندنا اللي هو التري اوفن. طبعا زي ما بتشوفوا هون في عندنا هون عندنا اللي هم different trays بحطوا من فوق لبعض بتركوا فراغ مساحه بيناتهم. هون بكون عاده بكون في عندنا اللي هو الهيتنج كويل، بكون عندنا هون كويل بدخل فيها الهواء بسخن الهواء وبعدين بتوزع استخدام اللي هو الفان. طبعا الهواء السخن عاده بيطلع من تحت لفوق كثافته اقل من الهواء البارد، بيطلع لفوق وبتوزع بتوين الفان وبصير عندنا سيركيليشن بهاي الدايركشنز. فالهواء بيجي من هون بسخن يعني بيطلع لفوق بتحمل بالرطوبه بعدين بنزل وبسخن مره ثانيه. طبعا عاده خلال عمليه الدراينج بدخل فريش اير من المنطقه هاي ومن هاي المنطقه بيطلع اللي هو الهواء المحمل بالرطوبه وبصير عندنا عمليه اللي هو الدراينج. هون في عندنا شيلفز وبيناتهم في فراغات حتى الهواء السخن يدخل بيناتهم ويصير عندنا عمليه اللي هو الدراينج للماتيريال موجوده عندنا. هاي بالنسبه للتري دراير. المره الجايه بنحكي لكم عن اللي هو الادر تايب اوف دراير اوف دراير. في حد عنده سؤال؟ يعطيك العافيه دكتور. اهلا وسهلا.